بيقول لك اللي عم يتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا وطبعا عم يجاوبوا على سؤالي. اما هلا قبل ما ننتقل عند الشيف وعند ميلاد خليني اخبركم عن كتاب هالاسبوع، نصيحه تجيبوه لانه رح يفيدكم. التسوق عبر الانترنت، تاليف لبنى سلطان، ناشر الدار العربيه للعلوم ناشرون. بهالكتاب تستعرض مؤلف فيه خلاصه تجربتها بعالم التسوق الالكتروني والاخطاء اللي وقعت فيها، وبتقدم افكار عمليه وفعاله للتسوق بطريقه امنه عبر الانترنت. تستعرض بهالسياق بطريقة الخطوة خطوة عملية التسوق عبر 10 فصول. البداية فيها تحليل صفحة بموقع تسوق، مرورا بكيفية استخدام البطاقة الائتمانية وعنوان الشحن وخطوات الطلب من الانترنت والتقييم وتحليل صفحة امازون وموقع شوب ستايل، وانتهاءا بمعرفة التخفيضات ومواقع التسوق، وطبعا بدلكم كيف تختاروا النوعية اللازمة. اذا الكتاب هو التسوق عبر الانترنت، تأليف لبنى سلطان، الناشر دار العربية للعلوم ناشرون. هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة لمحطتنا التالية ورشة ملح مع الشيف شادي. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم برشة ملح مع الشيف شادي. معنا 3 دقائق سريعين مثل العادة، رح أخبركم شو عم حضر أو شو حضرت لحد هلأ، وبرجع كمان منتظركم على الساعة 12:05 مشان نعمل كمان نص ساعة سوا ونكفي وصفتنا. واليوم دجاج مكسيكي بامتياز اللي عملته لحد هلأ أنا بالنسبة لهيدي الوصفة، هو فقط سلقنا قطع الدجاج بالعظم، يعني قطعنا كمان الدجاجة أو الفروج أو التشيكن لتمن كمان أجزاء، سلقناهم مثل العادة بالمي المغلية مع ورق الغار والقرفة وشوية لومي بقلبها وخولنجان أو أي نوع من المطعمات العطرية أو الأعشاب العطرية، أوكي؟ وعملنا كمان، يعني أنا هون صار عندي الدجاج مسلوق خالص جاهز تنعمل الدجاج على الطريقة المكسيكية. أما بطاطا، بطاطا كمان شو عملت ورح نشوف بعد شوي كيف منجوف البطاطا ومنحشيها والحشوة جاهزة، كمان رح نفسر عنها أكثر وأكثر. أما الشغلة كمان الحلوة اللي رح أعملها أنا اليوم ونتعرف عليها هي التوفو، هي هالجبنة اللي بيقولوا، أكيد مش بيقولوا، هو مظبوط أنه من حليب الصويا، أوكي؟ بس هي أكيد نحن بنعرف أنه الحليب ما بيجي غير أنه من الحيوانات أو من كمان الإنسان، الأم هي اللي بتعطي الحليب. أما أنا اللي بدي أقوله أنه الحليب أو يسمى بالحليب لأنه لونه قريب من الأبيض، تنقول من الحليب مش حليب جوز الهند، في شيء اسمه عصير جوز الهند أو حليب الصويا، لا هو عصير الصويا بس لونه أبيض فمشان هيك سموه كمان حليب. هيدي الجبنة معمولة من عصير الصويا أو حليب الصويا، موجودة وين ما كان، اسمها التوفو، بس بيجيبوها بطريقتين، أو بيجيبوها بهالطريقة اللي هي بتكون ناشفة، وطريقة تانية اللي بتكون التوفو طازة مثل كمان الجبنة الطازة. شو بنعمل فيها إذا كان طازة؟ أول شغلة لازم نجربها على المقلي إذا بدنا نقليها أو بدنا نشويها، لأنه إذا كان فيها من المي ببين عنا. شو عملت أنا؟ قطعت منها وجيت أنا قليتها مع شوي صغيرة من كمان الزيت، نقطة صغيرة، وصار عندي إياها هون بتعقد بتجنن، ما بتحتوي على مي. هلا إذا تحتوي على مي بدنا نكبسها، يعني نحط عليها ورقة نايلون ونحط عليها شي 2-3 كيلو من شو ما كان، يعني تقلى عليها مشان تبق المي لبرا قبل شويها أو قبل كمان قليها. طيب هون قبل ما ترجعوا لعن جوزيف أو نرجع عن جوزيف، عندي هون شغلي كمان عملتها حشوة بتعقد بتجنن للبطاطا، وأنا هلا رح بلش كمان أحشيهم للبطاطا مشان نحطهم بقلب الفرن. هي عبارة عن بصل، توم، لحمة مفرومة، جوز، وحطيت فيهم كمان بعدين من البقدونس وكمان كمون وكزبره. برجع بعيد لكان البصل، الثوم، الجوز، اللحم المفروم، البقدونس بالاخر، وملح وفلفل وكزبره وكمون، وجاهزين تنحشي فيهم البطاطا. رح بلش جهز حالي انا وهيك، بس ترجعوا لعندي بتكون انا كمان جاهز. هون اللي رح اعمله هلا، باخذ من البطاطا المسلوقه، انا سلقتهم قبل بشوي صغير، طلعوا كيف، وبجي بحشيها بهالطريقه من هالحشوة الحلوة اللي ممكن كمان تكون حشوة للسمبوسك للكبة مثل ما بدكم، وبنجي بنحطها بقلب الصينية. رح كفيهم ونتركهم على 12:05. جوزيف لعندك. ثانك يو لك شيف. نحن وياكم رح ننتقل عند ميلاد، طبعا اخبار فنانين نجوم لبنان العالم العربي والعالم، وطبعا اليوم كمان عنده اتصال ناس وناس مع ميلاد.
صباح الخير. صباح الخير ميلاد، كيفك جوزيف؟ تمام، ماشي الحال الحمد لله. خليني مفاجأة، شو اليوم الاتصال مع مين؟ اليوم الاتصال مع ملحن ومع شاعر ومع مؤلف موسيقي ومع شخص هيك كله معجون بالفن، معنا الفنان سليم عساف المتعدد المواهب. بس قبل خليني بس أقول صباح الخير للمشاهدين، صباح الخير يلي عم بيتابعوا عالم الصباح وين ما كان بالعالم. مثل ما قلت لك جوزيف، سليم شخص معجون بالفن كتابة وشعرا ولحنا وغناء كمان، بتحسه يعني هالزلمه بيتنفس فن، مسبع الكرات كمان. ايه، ومسبع الكرات. وهلا عنده كثير من المشاريع الجديده، بهمنا انه نخبر المشاهدين عنها. صباح بالخير اكيد سليم، تحياتنا لك. صباح الخير سليم. صباح الخير. كيفك؟ تمام، ماشي الحال؟ الحمد لله. الحمد لله، بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك بعالم الصباح، في كثير اشياء نحكيها معك ونبارك لك عليها. اول شيء في غنيه قريبا حتكون جديد رح تنزل على السوق. ان شاء الله هلا بلشنا نحضر بالعمل الجديد، بدنا وقت شوي يعني، مش قادر حدد اذا ان شاء الله بنص هيدا الشهر الجاي، مفروض هيك نص هيدا الشهر، لكن نترقب العمل الجديد ان شاء الله. لازم كمان هيك يكون مثل ما بيقولوا انبلي، بس بالمعنى الايجابي، لانه من اعمالك اللي قدمتها غناء لك يعني الاغنيتين كانوا كان لهم صدى كثير حلو عند الجمهور. الحمد لله الحمد لله. سليم، عادة الفنانين الصغار أو المبلشين جيل منطلقين بيخافوا من سليم عساف إنه يروحوا لعنده، ولا لا في عندك لقلهم باب مفتوح؟ لا بالعكس، أنا بالنسبة لإلي دايما الفنان المبلش جديد مثل الفن يعني، عنده بدك تتعامل معه بطريقة فرجيه بصورة إذا بدك للناس، هو مش باني قاعدة بعده، جمهور كبير لإله مثل الفنان اللي إله عمر واللي إله تاريخ بالفن. فهي صدقني مسؤولية حلوة، وأنا نجحت كتير مع شباب بعدهم مبلشين جديد بأغاني كتير حلوة، والأغاني ساهمت أنهم يكونوا معروفين كمان من وراء هذا العمل اللي صار بيني وبينهم، وهودي عملوا لي رصيد كتير كبير. وفين أقول لك صدقني أكتر من التعامل اللي كان مع فنانين اللي صار لهم زمن بيغنوا عمر بيغنوا، هيدا له طريقة بالتعامل وهيدا له طريقة. صحيح يعني صحيح. الفنان الجديد بدك تضيف له كمان شيء، ما تكون عم تكمل بس مسيرة معينة، بدك تعمل إضافة دايما بالأغنية. صح. على كل حال، بس يمكن يلي نجح مع الست ماجدة الرومي، مع كارول سماحة، مع رامي عياش ومع غيرهم، كمان بيكونوا الفنانين الجدد مثل ما قال جوزيف بيوثقوا انه هو عم بيحطهم على السكه الصحيحه لحتى ينطلقوا بمسيرتهم الفنيه. سليم، بدي بارك لك على العمل الجديد، او اذا بدي اعتبر المؤسسه الجديده، الكونسبت الجديد الموسيقي يلي كمان اطلقته. شكرا لك. وبدي تخبر بدي تخبر كمان المشاهدين عنه، لانه هيدي فكره رائده شوي وجديده. وبدها شويه شجاعه، وانت شجاع بهالموضوع. وانت كنت من اول الناس اللي اطلعوا على الموضوع، واكيد بهمني رايك من حيث الشيء اللي انت عم تقدمه بطريقتك وبفكرك. حبيت رايك كثير وشجعني صراحه. الشركه هي إذا بدك تعنى بس بالموسيقى، يعني هي production company مش للإنتاج الموسيقي بالمفهوم العربي اللي هو يعني بدفع مصاري لنعمل ألبومات لفنانين، لا. هو الإنتاج الموسيقي المتخصص بالموسيقى، يعني إن كان لأفلام، لمسلسلات، مناسبات، حتى أشياء برايفت كمان. بالنسبة للودينغ الكبار بتصير فشوية تخصص بس موسيقى فيها، يعني منه production house في فيديو في هيك، لا فيها بس ميوزك، شغلتها بس ميوزك. وحبيت شوي حطها بإطار شركة لهذا الموضوع، لأنه بعد ما نحط بإطار شركة منظمة دايما بيكون يا بيروحوا ناس عند مؤلف أو ملحن أو هيك. فلما عم يجيني هذا الشغل كتير حبيت شوي نظمه. وبتخيل الفكرة يعني هلأ launching آخر هذا الشهر، يعني هالجمعة الجاية للشركة بيكون كل شيء أونلاين، والسوشيال ميديا تبعها كمان جاهزة. فبعد ما بلشنا والكتلة عم لاقي فيها هلا هالشركة. بعرف انه كمان سليم مثل ما عرفت انه هي مش ما تكون محصورة فقط ببيروت، حيكون في لها كمان انتشار بالعالم العربي. لا لا لا، 100% هي رح تكون منتشرة بكذا دولة. والبيس الأساسي لها هو بيروت، بس هي رح تكون بكذا دولة، يعني في بدبي، بالسعودية، الإمارات بشكل عام يعني، وبالسعودية والكويت وقطر إن شاء الله. مبروك، من بارك لك. نحن من هلأ قبل اللونشنج بنتمنى التوفيق مثل ما قلت، لأنه هالخطوة كانت فردية. هلأ أنت هيك وضعتها هيك بإطار أكتر عملاني وبإطار أكتر مؤسساتي إن شاء الله، لحتى تاخد. الثالث موضوع بدي أحكي معك سليم هو عودة للدراسة. يعني شو
شوي انا فاجأني الخبر انه يمكن مؤلف موسيقي ملحن وشاعر مثلك عم بيحقق نجاحات مع كبار نجوم الفن بالعالم العربي. يمكن سؤال بينطرح انه شو بعد بده من الدراسه سليم عساف، او شو بعد لوين بده يوصل يعني؟ ليك قصه الدراسه، هلا انت تعرفني كمان كشخص شخصيا في معرفه، فبتعرف ما فيك اليوم خاصه بزمننا هيدا تقول انه انا ملحن ولا انا مؤلف ولا انا ثم تعمق هالشي بفكر معين بثقافة معينة، لأنه عصر نخبة صدقني. صار الأشياء متاحة للكل، يعني مين ما كان في يكون عنده ستيشن بالبيت يشتغل يعمل موسيقى، فيك تفوت على يوتيوب تتعلم رسم، فصار كل الأدوات متاحة لكل الناس. بضل الحرفية الاحتراف إذا بدك هو اللي ما عم نلاقيه كتير، يعني عم لاقي شخص بيعمل كل شيء بس الاحتراف مش عم نلاقيه تخصص كتير. بس شو عم تدرس سليم؟ انا اوريدي عم بعمل هلا ما صح حلي بالجامعه وقت اكفي الماسترز بالبزنس، هلا عم كفيها وخلصت كمان دراسه تاليف موسيقي للافلام والتي في ببوستون ببيركلي، فحاطط بذهني بعض الاشياء لقدام، بس هودي اذا بدك هيدي هوبي عندي، يعني ما اوقف لانه شوي بتخليك اب تو ديت بشو عم بيصير حواليك. صحيح. كان بعالم الموسيقى ولا بعالم البزنس بشكل عام اللي انت فيك تستخدمه بعالم بشغلك. صحيح. حتى كفنان 100%. سليم استوقفني كلمه قلت انه هالعصر عصر النخبه. اي شو بتقصد فيها؟ نخبة شو يعني؟ نخبة ال... لك عصر النخبة يعني صعب بقى اليوم بهالعجقة اللي موجودة انك تثبت حالك فنان حقيقي الا اذا كنت من النخبة، يعني صار في كتير عجقة بكل شيء على كل الاصعدة، ان كان على المحطات ان كان على على المطربين، يعني احنا كل ليلة كل ليلة كل ليلة على مدار الساعة عم مطربين جداد كل ليلة، عم يعني انا بشتغل بالدومين كل يوم مطرب مدار. بيقول لي انا من البروجرام الفلاني طلعت، كون انا مش اصلا يمكن البروجرام ما كنت سامع فيه، يمكن كنت سامع فيه وما شفته له يمكن. صح. يعني عرفت هلا هيدي لها ايجابيات بس كمان لها سلبيات، انه صار في عجقة ليبين الشخص بده يكون عن جد عنده شيء عنده تميز، فهذا اللي قصدي فيه انه عصر نخبة بامتياز، يعني ما فيك تكون ما عندك شيء وتبين. نعم. سليم بوضع المنطقة اللي عايشينه، يعني بوضع الأزمات اللي عايشينها، كيف وضع الأغنية اليوم؟ يعني قديش كمان إنتاج الغناء خف؟ شو كنا نسمع بأسامي أنا كنت أسمع فيهم 3-4 سنين وابي جوزيف كمان، هلأ ما عم بسمع فيهم أبدا، في كم حدا بس بتسمع منه عمل أغنيات. بهمني أنت هلأ يعني كملحن وكمؤلف، قديش الإنتاج الغنائي اليوم خافف قليل؟ وشو وضع الفنانين اليوم بمنطقة ما فيها ولا حفلة ولا ما بعرف إذا عم بيصير في حفلات، يعني عم بيكون في زي عيد الأضحى ما شفنا كتير بانويات يعني. قليل. ليك ميلاد من خلال خبرتي بهذا الموضوع اللي صار، يعني أنا هاي السنة بصير لي 10 سنين بشكل جدي بهذا المجال. بدك من 10 سنين لهلأ تغير جذري، يعني أنا لحقت قصة الألبومات اللي كانت تنزل بشكل كثيف لحتى سنة أو سنتين، بعدين صار في توقف كليا هذا الموضوع. وهيدي شغلة أثرت كتير على الاندستري كله، زائد تأثير الانترنت اللي خلى المنتجين اليوم يعدوا للعشرة قبل ما يعملوا ألبوم كامل للفن. في وضع لأنه في قرصنة وفي هالقصص، نحن عم ندخل بعصر جديد بالموسيقى، وهذا العصر رايح على التكنولوجي اللي هي بعدها ما ثبتت حالها 100%. بتخيل بعد بدها شي سنتين او ثلاثه لتثبت حالها 100% بعالمنا، ومنشان هيك رح تشوف مخاض كتير وانتاج مختلف، وما في ميزان للانتاج الموسيقي ثابت، يعني رح تلاقي طلوع ونزول كتير. بتخيل لتثبت بدها شي سنتين ثلاثه، لان كنت عودنا على فكره ورسخت حالها فكره الانترنت والعصر الجديد اللي فايتين عليه بالديجيتال ميوزك، ف بتخيل شيء طبيعي اللي عم بيصير. انتاجيا حتلاقي وضع مختلف اكيد، نحن بوضع مزري كانتاج فن، بس بالنسبه لي بضل في امل، وبقول لك اجاد كل فنان عربي ولبناني خاصه قاعد قادر يطلع بجمله يرقص الناس ولا يفرح الناس ولا يعطيهم امل ولا يقولوا على جمله موسيقيه، لانه عن جد هيدي شغله كمان بدها ريحها مش نفسيه ضروري ريحها نفسيه، بس على القليل استقرار. صحيح. يعني نحن عايشين مش باستقرار، عايشين باللا استقرار، عايشين بمطرح للاسف الفساد يعني عم ياكل كل جوانبه. صحيح. 100%.
مع هيدا وكله مطلوب منا نعطي فن ورح نضلنا نعطي فن. بس صدقني الفن اللي عم نعطيه هيدا الابداع الصح اللي 100% بنسميه ابداع. صح بس تعرف شو انا دائما بشوف كمان الطاقه الايجابيه من الموضوع انه صار في غربال بالسنوات الاخيره لكم حدا ما كان لازم يسمى انه فنان يعني كان هيك متعدى على هال رجع قعد ببيته هيدا بيستاهل يقعد ببيته لانه ما عنده موهبه يعني بقى بفتكر كمان اذا بدنا نطلع من هيدي من الاشياء الايجابيه اللي كل عمره كان يقولها زكي نصيف الله يرحمه كان يقول انه اتركوا الحياه بتغربلهم صح يعني والوقت بغربل الوقت بغربل الوقت غربال. سليم عساف بتمنى لك يوم موفق اسبوع موفق مشاريعك كلها ان شاء الله بتتكلل بالنجاح لانك بتستاهل. ثانك يو لك سليم ان شاء الله بنشوفك بالاستوديو معنا كمان شي نهار ان شاء الله ان شاء الله قريبا ميلاد ثانك يو نهار بنشوفك يوم تنين الله راد اذا الله راد السبت رح كون السبت رح كون بمبدا هالقد والتنين المقبل اذا الله راد بحلقه جديده بنشكر سليم مره ثانيه وبشكرك جوزيف بتمنى لك اسبوع موفق كمان ثانك يو لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين على صباح بريك قصير وتواصلوا معي على صفحه الفيسبوك بعد بانتظاركم وبعدها رح نكون مع الشيف شادي ورشه ملح